لما بكلم شباب على فكرة التطوع أو شابات دايماً يقولوا لي تطوع إيه؟ هو إحنا لاقين نعمل حاجة؟ ده إحنا عايزين فلوس، إزاي عايزانا نشتغل متطوعين؟ أنا عايزاكم النهاردة تقابلوا أحلام شابة كل شغلها في الحياة بدأ تطوعي، وشوفوا أثر العمل التطوعي على شخصيتها وعلى فرصها في المستقبل شكلها عامل إزاي. تعالوا نشوف أحلام وبعدين نتكلم. ازيك يا أحلام؟ الحمد لله تمام بخير، منورة الدنيا كلها. الله يعز حضرتك. دلوقتي في لغز كده عند كل الشباب، لما يلاقوا إعلان وظيفة لخريج جديد وعنده خبرة 3 سنين يقعدوا يتريقوا بقى، ازاي متخرج جديد وعنده خبرة 3 سنين؟ انت ايه رأيك بقى، ينفع متخرج جديد وعنده خبرة 3 سنين ولا اكتر ولا اقل؟ والله هو ممكن اكتر وممكن اقل وممكن من غير. انت من دمياط؟ من قرية في دمياط؟ من راس البر. من راس البر. دخلت الحياة العمل العام من بوابة الأنشطة، ده حقيقي. من بوابة الإذاعة المدرسية. واحدة واحدة وأنا في المدرسة بدأت إن أنا أتعرف وأشارك في الأنشطة وأخد مركز أول. كنت متفوقة جدا في دراستي، فكان في منحة للتبادل ثقافات مختلفة. أنتوا عندكوا في البيت بقى ما قوموش فكرة إنك تسافري وتباتي برا؟ يا دكتور أنا عايزة أقولك إن إحنا كان لو المغرب أذن وأنا برا أو الساعة 5 تحديدا وأنا برا، ده كانت مصيبة حرفيا. وبعدين إيه اللي حصل؟ بعد كده بدأت إن أنا خلاص بدأت أخد وضعي، بدأوا إن هما يشوفوني باخد مركز أول مثلا على مستوى الجمهورية، بدأ الموضوع فارق واحدة واحدة. بس انت كنت مصرة، ولما شافوا إصرارك اقتنعوا ان انت عندك هدف وبدأوا يلمسوا ده. انت كمان كنت في اتحاد الطلبة. اتحاد الطلبة برضو ده ليه قصة كبيرة قوي. ايه بقى؟ نزلت أول سنة نائب رئيس اتحاد كلية، 3 سنين ورا بعض رئيس اتحاد. آخر سنة في سنة تالتة طبعا، لأن احنا عندنا الجامعة دايما كان بيخرج منها رئيس الاتحاد ده الجامعة ولد. فنزلت وانا في سنه ثالثه، بس ربنا ما قررتش وما عرفتش اخدها. صممت واشتغلت في السنه دي انشطه كتير جدا، ورحت اخدها في السنه الرابعه، وبقيت اول بنت في جامعتي تبقى رئيس اتحاد جامعه، والثانيه على الجمهوريه رئيس اتحاد. برافو عليك. كان نفسي اكون الاولى. اغلب البنات تقولك انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اروح فين، اصل الدنيا صعبه، اصل العيله مش راضيه. اديني كده روجيتا. اول حاجه لازم اعرف انا عايزه ايه، ده رقم أوكي. واحد. طب لو انا مش عارفه ايه اللي يدلني؟ ابدا اشوف انا شاطره في ايه. طب وبلاش شاطره في ايه ده كمان، يعني ممكن في ناس تبقى مش عارفه هي شاطره في ايه بالظبط. انا مش عارفه لسه، ما اكتشفتش نفسي. ابدا ان انا ادور على اماكن، احنا اقرب الحاجات اللي ممكن تكون متاحه لينا ومجانا او شبه مجانيه هي وزاره الشباب والرياضه. اوكي، ايه الخطوه الثانيه؟ ابدا ادور على الجمعيات اللي موجوده عندي. انا ممكن جمعيات زي جمعيات ايه؟ اللي هي زي رعاية اليتيم ولا تنمية مجتمع ولا جمعيات ايه؟ رعاية المجتمع، وازاي وان انا ممكن ادخل اساعد في الجزء بتاع دور الايتام او فيما شابه، ان انا ممكن اروح اقعد مع مجموعة. بتضيف لي ايه الجمعيات يا احلي؟ بعلي الجزء الانساني بتاعي. حلو جدا. الجزء التاني اللي هو الجزء الاجتماعي، انا في اي مكان المفروض انا بحط رجلي فيه ليه هدف منه. طيب انا دخلت المكان ده، انا هدفي منه مثلا بخلاف المكان ده ايه؟ انا هدفي منه ان انا اعمل علاقات كويسه، ان انا اعلي مهارتي في التواصل، ازاي اقدر اتكلم كويس، ازاي ابقى اعرف اوصل حد بحد، ازاي اكون حلقه وصل. بيديكي ثقه كمان في نفسك؟ في نفس. ده شيء اساسي. طيب في 30 ثانيه كده، كل بنت لسه داخله الجامعه تقولي لها تعمل 1 2 3. اول حاجه خد بالك من نفسك، ده شيء مفروغ منه. اهتمي بدراستك وده شيء مهم جدا، حاولي تجيبي تقدير، بس في مقابل التقدير ده لازم تتعلمي شيء. الشيء الثالث، شاركي في انشطه. الانشطه بتعلي منك جدا وبتعلي من كفاءتك ومهاراتك. هل ده ممكن يسهل العلاقات ويفتح شبكه اتصال تسهل اننا نلاقي شغل بعد الجامعه؟ النشاط داخل الجامعه بيفتح علاقات داخل الجامعه او في الجامعات المجاوره، بس مش بيفتح لي نشاط او شغل خارج ده. الشاب او البنت اللي لسه داخلين الجامعه علشان يخرجوا معاهم خبره، يبقوا خريجي جدد ومعاهم خبره، يعملوا ايه؟ اول حاجه اعرف انت عايز ايه من الجامعه بتاعتك. تاني حاجه دور ازاي تتاهل تقوي نفسك في المجال التخصص بتاعك. بس تعالى احنا برضو نتفق ان اغلب الطلبه اللي جوه التخصص مش عايزين التخصص اصلا. شوف السوق العمل محتاج ايه وابدا دور عليه، وابدا اشتغل على نفسك فيه وبنسبه اعلى،
واكتر. التالت حاجه اعمل علاقات قد ما تقدر، ده هيتكون من خلال منظمات المجتمع المدني وانشطه الوزارات المختلفه. اخر شيء اي مكان ادخل فيه واحط رجلي فيه لازم يكون فيه استفاده. انا بقدم واحد هاخد قدامه واحد، انا بقدم اتنين هاخد قدامه اتنين. احلام انت جدعه جدا ونورتينا جدا جدا جدا. لما بنشتغل في أعمال تطوعية أهم حاجتين بيتحققوا زي ما شفنا، شبكة علاقات واسعة وفرص للمستقبل. ما نجريش ندور على واسطة، إحنا بتبقى شخصيتنا وعلاقاتنا هي الواسطة بتاعتنا. ما نقعدش بقى حاطين إيدينا على خدنا ونقول إحنا مش لاقيين فرص. عشان كده التطوع زي ما هو خدمة عامة للبلد أو للمجتمع بتاعنا، هو خدمة خاصة لينا إحنا. خلينا نشوف حكاياتكم وابعتولي الحكايات المفرحة ونشاركها مع بعض، وممكن نصور مع بعض.